مين صاحب أقوى تسديد؟ أقوى تسديد؟ لو هتجاوب بنفسك عادي على فكرة. لا أنا مشوطش خالص، ما جاتش فرصة إن أشوف. في أكرم بيشوط كويس، ربنا يشفيه طبعا. إمام عاشور بيشوط كويس جدا. في ناس كتير، سلية، كذا حد يعني. مين أحسن لاعب بيعرف يلبس؟ يعرف يلبس من صحابه أنا ولا من الكل؟ لا من الكل بقى، هنشوف يعني أكتر ستايل بيعجبك، أكتر ستايل لعيب بيعجبك. أكتر ستايل لعيب بيعجبني، لازم محليين ولا مصريين وخلاص؟ ماشي أوكي. حجازي، بحب ستايل حجازي، أحمد حجازي. طب مين أكتر لعيب ما بيعرفش يلبس؟ أو هنقول إن هو بيلبس حاجات مش لايقة عليه. لا كابتن انت لازم ترد بقى يعني بجد. اهو تشبراوي هو تلاقيه عايز مستني شكله. لا هو عايز مستني، هو سعداء هيعرف الموضوع ده هيضحك. طيب مين اكتر لاعب شايف ان دمه خفيف؟ دمه خفيف عمرو سعداء قوي. طيب مين من اللعيبه عصبي جدا وممكن يعمل حركه جنونيه انتوا تحسوا ان انتوا مصدومين منها؟ محمود شبراوي برضه. مين اسرع واحد في الملعب؟ سريع شبراوي. سريع. احسن حارس مرمى من وجهه نظرك؟ احسن حارس مرمى من وجهه نظري الشناوي طبعا في مصر، وفي ناس تانية كتير كويسه الصراحه. ابو جبل عندنا، اسلام طارق كويس على فترات، عماد السيد برضه عندنا كويس، عمر رضوان ماشي بشكل كويس قوي مع الاسماعيلي برضه، كذا حد يعني. طيب في الفقره دي فيها مواقف وهيكون معاك شخص واحد بس في كل موقف هتختاره، برضه الاشخاص من اللعيبه. تمام. لو بتنقل من بيت لبيت هتكلم مين يساعدك؟ بنقل من بيت لبيت هجيب اسلام رشدي. جدع اهو. رشدي جدع الصراحه، جيبه معايا. لو رايح حفله 5 ستارز مين هتاخده معاك؟ رايق كده. حفله 5 ستارز مين واللي بيحب الحفلات؟ سعداوي، عمرو سعداوي. بيحب الحفلات هو والشغل ده والشياكه وبتاع، منتج للكلام ده. طب لو نفس الحفله 5 ستارز ومش معاك بدله وعايز تستلف من حد بدله، مين شايف ان ستايله هو مناسب جدا مع ستايلك؟ اكرم بس طبعاً. اكرم يعني مقاسه اصغر مني. بس نفس الستايل يعني. تاخد منه البدله. تقول له هات بدلتك بقى كده على طول. تشاخدك معايا الحفله. هاخد حد تاني. اكرم ما بيحبش الحفلات اصلا. يعني ما بيحبش، لما كنا في جنوب ما كانش بيحب يطلع كتير. طيب مسافر عشان تغير جو، لعيب واحد بس هو اللي هيظبط لك بقى مزاجك وهو اللي هتاخده معاك، هيكون مين؟ باسم علي. رايق. ده على الاخر. ظبطوا انتوا الدنيا. عايز تخرج مع مراتك خروجه رومانسيه وهتسيب اولادك مع حد؟ مع وابنك مع حد؟ مع اسلام محارب. اشمعنى؟ اسلام هادي وبي بتعصب على حد؟ متعصبش. لا لا هو بيتعصب لكن البيت والولاد كده لا، لكن بيتعصب طبعا. لكن هيحافظ على الولاد طبعا ويراعيهم يعني. ولا نقدر نقول عشان مثلا ولاد كابتن اسلام محارب اشقيه فبالنسبه له عنده هدوء برضه. عشان كده. لا بس هو اسلام طبيعي في البيت. انا اصلا انا يعني انا ومراتي وهو مراته يعني قريبين من بعض، بنخرج مع بعض وبتاع. هم هادي جدا لكن في الملعب بيتعصب، ممكن اي كلمه مثلا في الملعب بيتعصب بصراحه. طيب جه عليك فتره اتزنقت جدا في فلوس، هتكلم مين تاخد منه؟ هكلم باسم علي واكرم. ما فيهاش كسوف بقى خالص، هتكلمهم على طول. ايوه طبعا. اسلام محارب برضه. طيب ماتش هتختار لعيب فيه هيلعب مكانك وتبقى ضامن انه هيأدي مكانك تمام، هيكون مين؟ حد يلعب مكاني. لعب في جبت نجيب، وهيقعد احسن مني طبعا. محمد نجيب هيقعد احسن بكثير كمان. طيب في الفقر